رياضة الفنون القتالية المختلطة أو كما تسمى أحيانا برياضة قوة الرمي هي رياضة قتالية قائمة على الاشتباك الكامل بتنوع مختلف أساليب القتال، وتسمح قواعدها باستخدام تقنيتي الضرب والتصارع سواء كان اللاعب واقفا أو جالسا على الأرض. وتعتبر هذه الرياضة فلسفة جديدة لتطور فنون القتال، فهي مختلفة عن الكاراتيه والجودو والجيوجيتسو والملاكمة والمصارعة والكيك بوكسينج، وذلك لأنها تجمع كل تلك الرياضات في فن قتالي واحد ومتكامل. في الحقيقة احنا بنلعب رياضة اسمها قوة الرمي. قوة الرمي دي رياضة عربية ألفها الدكتور وليد قصاص، هو لبناني الجنسية، وأدخل فنون قتالية كتيرة للدول العربية منها الكيك بوكسنج. هو أستاذنا في الكيك بوكسنج لأن لعبتنا الأساسية الكيك بوكسنج. بعدين شاف أن ظهرت مفهوم الفنون القتالية المختلطة على كل العالم، وأصبح لها بطولات زي اليو اف سي زي الام ام اي، فقال ليه ما نعملش لعبة عربية مختلطة يكون فيها كل الألعاب دهيت، ويكون لعبة معترف بها كأول اتحاد دولي للعبة فنون مختلطة في العالم، وتكون عربية بحيث ان احنا ننشر ثقافتنا العربية. بصراحة هنتكلم على بعض اهداف، منها اهداف اخلاقية، اهداف بدنية ورياضية. اهداف اخلاقية ان انت كلاعب لما بتجيب اللاعب صغير في السن بيبتدي يلعب الرياضة ايا كانت الرياضة، انت بتعلمه يعني اخلاق رياضة، ازاي هتعلمه فكر الهزيمة وفكر الانتصار. من ضمن الاخلاق الرياضية حتى لو هو بيلعب مع زميله بيشيل من جواه الحقد والحسد والغل من تجاه اللاعب اللي قصاده، وهو بيلعبوا مع بعض وبعد نهاية التمرين بيسلموا على بعض. دي اهم هدف في اللعبة كلها الاخلاق. القوات الرمي تتميز بان شملت جميع الفنون القتالية، وكانت نحن تخصصنا الكيك بوكسينج. لما نزلت قوات الرمي شملت جميع الاساليب القتالية، هي اللي شدتنا بالرياضة الفنون القتالية لقوات الرمي. قوات الرمي شاركت أكثر من 70 دولة أجنبية، وهي تتميز بالمصطلحات العربية مثل الطرح، الضرب، التكسير، الخنق، الطرح والبطح. فهي تتميز باللغات العربية وانتشرت بالدول الأجنبية اللي هي المغربية الأوروبية بالمصطلحات العربية. وتعتبر لعبة قوة الرمي رياضة عربية وفنا قتاليا عربيا، حيث أنها متداولة رسميا في شتى أنحاء العالم باللغة العربية، وذلك من ناحية الأرقام وأسماء الضربات كالأمامية والجانبية والمستقيمة والخلفية والخطافية والصاعدة. ومن أهم أهدافها تطوير ثقة الإنسان بنفسه ورفع مستوى المهارة في التعامل مع الآخرين وفرض روح الانضباط والالتزام والتصميم على النجاح. وبغي أن نعرف أن هذه اللعبة لها اتحاد دولي رسمي معترف به من اللجنة الأولمبية الدولية، وهي بانتظار السماح للاعبيها بالمشاركة في الدورات الأولمبية.